السلام عليكم ورحمة الله. كان اليهود والمنافقون وأهل البدع والضلالات يكتمون الحق ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه. وخلونا ناخد بعض الأمثلة للتوضيح. هنلاقي إن أحبار اليهود كانوا يعلمون نعت وصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مذكور ذلك في كتبهم، وكانوا ينتظرون مقدمه. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب حسدوه، وأجمعوا أمرهم على كتم الحق المنزل في كتبهم، فأضلوا ملوكهم وعامة الناس، وأحبوا أن يحمدوا بين الناس على علم الكتاب الذي لم يعملوا به، فأعطاهم الملوك الأموال والهدايا، وتقلدوا المناصب العالية والرفيعة من الناس، فأنزل الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أما المنافقون كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو يتخلفون دون عذر، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا، وكانوا يحبون أن يحمدوا بين الناس بما لم يفعلوا، فأنزل الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولا تظنن الذين يفرحون بما آتوا من قبائح قولية وفعلية كاليهود والمنافقين وغيرهم، ويحبون أن يثني عليهم الناس بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فلا تظننهم ناجين من عذاب الله في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع. وإن كانت الآية الكريمة في الأصل نزلت في أهل الكتاب من اليهود والمنافقين، إلا أنها أيضا نزلت في كل من يفتخر بما لم يعمل ليثني عليه الناس ويحمدوه من أهل البدع والضلالات. ولكن ماذا عن المؤمنين الذين يحبون الحمد والثناء على أعمالهم ولم يقصدوا بذلك الرياء والسمعة؟ في تلك الحالة هذا أمر محمود، بل هو مطلوب، وهي من نعم الباري على عباده المؤمنين التي تحتاج إلى الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. جزاكم الله خيرا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.